النهارده في افريقيا ايضا في العاصمه الاثيوبيه اديس ابابا انطلقت اعمال القمه الافريقيه في دورتها العاديه 28 على مستوى رؤساء الدول والحكومات. يعني القمه بيشارك فيها المغرب برئاسه جلاله الملك محمد السادس ربما لاول مره من عام 84، ده يعني بعد انقطاع دام 3 عقود. وعودة المغرب للقمة الإفريقية عودة مهمة جدا. قرارات ترامب سيطرت على المناقشات الثنائية والمناقشات المغلقة بين الرؤساء، خاصة وأن هذه القرارات بتشمل أو في 3 دول إسلامية موجودة أو 3 دول إفريقية موجودة، يعني في الصومال، في ليبيا، في السودان، هي 3 دول إفريقية أعضاء في القمة الإفريقية أو الاتحاد الإفريقي ضمن هذه الدول التي طالتها هذه القرارات. أيضا كان في اجتماع ثنائي ما بين الرئيس السيسي وبين رئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين، والاجتماع بيان المشترك فيه قال ان هم اتكلموا على محادثات سد النهضة وانهما يتابعان عن كثب المحادثات الفنية الثلاثية بشأن سد النهضة والتزامهم بروح التعاون السائد في هذا الصدد. ما اعرفش ده معناه ايه، ولكن هو في روح التعاون بين البلدين. الاهميه القصوى لتعزيز العلاقات الثنائيه وتوسيع وتعميق العلاقات. واضح ان العلاقات بين الرئيس السيسي وبين ديسالين على اعلى مستوى، ولكن سد النهضه احنا مستمرين، يعني هم مستمرين فيه، وانا مش عارفه الى اين وصل المسار الفني، احنا ابتدينا نتوه ويبدو اننا بدانا يعني نقبل بالامر الواقع وخلاص، والموضوع ينتهي والعلاقات تكون جيده. طيب مين معانا يا جماعه؟ استاذ محمد الجالي محرر شؤون الرئاسه في اليوم السابع. مساء الخير يا استاذ محمد. مساء الخير استاذ لبيس، مساء أهلا الخير بي. على كل الساده المشاهدين. يعني ما اهم ما تم يعني دار النهارده في القمه الافريقيه؟ يعني مثلا عايز ارجع بس للناحيه الخاصه بموضوع سد النهضه اللي حضرتك اتكلمت فيه فيما يتعلق بالعلاقات. احنا كان عندنا لقاء مهم مع السفير، وأثرنا السفير المصري هنا في أديس أبابا، وأثرنا معاه كل الكلام اللي حضرتك أو الرأي العام والإعلام كله بيتكلم فيه فيما يتعلق بسد النهضة. الراجل تحدث كلام مغاير مني، يعني بيعلق عليه الإعلام وبتبرزه وسائل الإعلام فيما يتعلق بالنقد الموجه لإثيوبيا، وقال إن العلاقات بين مصر وإثيوبيا علاقات قوية جدا، وان الرئيس يعني جاء لبناء جسور الثقه على هذه العلاقات بعد يعني زمن من عدم الود بين الطرفين، وبالتالي هناك اشياء هم ما بيشيروهاش ولا يعني يعرضوها على الاعلام علشان خاطر ما يبقاش في مواقف متناقضه. النهارده البيان المشترك اللي صدر بالتوافق ما بين الجانبين يؤكد على ان الفتره المقبله ستشهد طفره في العلاقات. فيما يتعلق بسد النهضه، تحدث عن المسارات الفنيه لسد النهضه، وان لازم نحترم اثيوبيا كدوله لها سياده، وايضا نحترم حصه مصر في مياه النيل. اللي يهمنا هنا هو حصه مصر من مياه النيل لا تتاثر، واعتقد ان القياده السياسيه لن تقصر في هذا الامر، والامر بالنسبه لها مساله امن قومي، الامن المائي هو مساله امن قومي مصر، والرئيس شدد على ذلك اكثر من مره. وفيما يتعلق بسياده اثيوبيا حتى امام العالم كله يجب برضه احترام ذلك، فبالتالي هناك مسارات دبلوماسيه وسياسيه في هذا الاطار. ده بالنسبه لسد النهضه، لكن هل في تفاصيل اكتر؟ يعني هل في التزام اثيوبي مثلا جددوا ديسالين النهارده بعدم التاثير على حصه مصر من المياه؟ يعني احنا بنسمع دايما نوايا طيبه جدا من الجانب المصري وربما نوايا طيبه من الجانب الاثيوبي، لكن على الارض بقى على التفاصيل، هل السفير قال لكم التفاصيل موضوع ملء الخزان في قد ايه؟ الكلام ده كله هم متفقين عليه ولا لسه في خلاف؟ لا، يعني هو قال ان المسارات الفنيه ستبقى في اطار اللجنه الفنيه المشكله، وهي يعني لجنه موثوق فيها وتعمل لصالح الطرفين. حضرتك عارفه ان الملف دوت شائك جدا، وان الفتره الماضيه بسبب ان الاعلام ادلى بدلو في هذا الموضوع بمعلومات خاطئه تدخلت دول اخرى لتلعب يعني مكان مصر
في العلاقات مع اثيوبيا، ويعني ضخت استثمارات ضخمه هنا لان الموضوع يعني تجاوز حدوده وما كانش في مساره الطبيعي. ما يفعله الرئيس السيسي اليوم هو ان العلاقات تعود مره اخرى. انا شفت لقطه النهارده في سواء خلال الجلسه الافتتاحيه لقمه الاتحاد الافريقي وتجاور الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الاثيوبي بسليم ومصافحتهما، يعني رئيس الوزراء الاثيوبي بيصافح الرئيس السيسي بحفاوه يعني لم اشهدها من قبل، زائد الاجتماع او جلسه المباحثات اللي كانت بينهم في مقر الاتحاد الافريقي اليوم والصور المنتشر على المواقع وفي الصحف اللي هتنشر غدا خير دليل على ذلك، يؤكد على ان حتى الجانب الاثيوبي يتطلع لتعميق هذه العلاقات وفتح صفحه جديده عن مصر بما لا يضر مصر، لانهم يؤمنون بان مصر تريد الخير كله للقاره الافريقيه، بدليل ان اليوم مصر تدعم عوده المغرب الى الاتحاد الافريقي، مصر تدعم وتؤكد دعمها لاقامه منطقه تجاره حره افريقيه، وهي الدوله التي تتعامل بدبلوماسيه محترمه تبحث عن مصالحها ومصالح الدول وليست مصالحها فقط. الجانب الاثيوبي عندما عين سفيرا لمصر سفيرا اثيوبيا في القاهره محب لمصر ومعروف بعلاقاته، وانا كنت بتحدث مع دبلوماسيين هنا في اديس ابابا تحدثوا عن هذا السفير بشكل طيب جدا، السفير الحالي الان في القاهره هو سفير محب لمصر وهو على اعلى مستوى، رجل كان وزير دوله، وبالتالي يعني حتى على مستوى التاشيرات التي الوفد الاعلامي السنه اللي فاتت تلتين الوفد الاعلامي ما خدش تاشيرات لحضور للسفر الى اثيوبيا، اما كل من تقدم للحصول على التاشيره هذا العام يعني حصل عليها بالفعل. اذا النوايا طيبه، بقي ان يركز الاعلام على كافه الايجابيات، وهناك نقطه حتى مهمه في البيان المشترك الذي صدر عن الطرفين وهو تقويض كل ما يعكر صفو العلاقات وتاثيرها على الراي العام، لان الراي العام بيتاثر جدا. احنا هنا في اثيوبيا يعني حتى على مدار اقامتنا هنا الكهرباء بتقطع كل شويه، فهم من حقهم يبقى عندهم كهرباء، احنا ممكن نشوف بقى ممكن نمدهم ازاي، نساعدهم ازاي، لكن سياده الدول يعني على ما اعتقد ان يعني سيتم احترام حصه مصر في مياه النيل، وايضا سيتم احترام ايضا سياده اثيوبيا، وليست يعني ليست دوله صغيره تحصل على اوامر وانما بالطرق الدبلوماسيه. شكرا. يعني تحل الامور. شكرا زميلنا محمد الجالي محرر شؤون الرئاسه في اليوم السابع.